والتأهيل وعلاج الروماتيزم العمود الفقري سابقا، واللي انا قمت باعاده انشائه وتجديده على احدث مستوى طبعا في حضور السيد رئيس الجمهوريه. كان ساعتها الله يرحمه بقى الرئيس مبارك، وزي ما حضراتكم شايفين ده صوره الافتتاح اهو، وانا اهو وسياده المشير طنطاوي اهو والرئيس مبارك اهو. انا مؤسس المركز التخصصي العمود الفقري للقوات المسلحه الاول منوع على مستوى الجمهوريه، وقام بافتتاح السيد المشير طنطاوي، وده سنه 2012، وده المبنى. وان شاء الله ممكن ناخدكم او ناخد جزء منكم ونزوركم الايه الاماكن دي كلها ان شاء الله. انا عضو مجلس جامعه بني سويف، عضو مجلس الامناء جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسس ورئيس وحده التاهيل والروماتيزم والعمود الفقري بيها. وممكن تشرفونا لو اي حد يحب يشوف الوحده بتاعتنا هنا، برضك يتصل بالدكتوره ساره وتفرجوا على الوحده عندنا الاسم هنا في اول دور في المستشفى. انا دلوقتي استاذ في جامعه الازهر، واستاذ في جامعه في الاكاديميه الطبيه العسكريه، واستاذ هنا معاكم في جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، رئيس ومؤسس الجمعيه المصريه والعربيه لالام الظهر والمصريه والعربيه برضك تأهيل الامراض العصبيه، عضو مجلس اعلامي تأهيل الامراض العصبيه، رئيس الجمعيه المصريه لامراض المفاصل والروماتيزم، عضو الكليه الامريكيه، عضو الكليه البريطانيه، يعني عضو في السياحه العلاجيه والمجلس القومي لشؤون الاعاقه، ونائب رئيس اللجنه البارالمبيه لرعايه المعوقين، وكنت على فكره رئيس اللجنه البارالمبيه او البعثه المصريه في دوره لندن 2012 اللي احنا جبنا فيها 16 ميداليه للولاد اللي هم ذوي الاعاقه. الجوائز العلميه جائزه الدوله التقديريه، ودي جائزه واحده كل سنه بياخدها دكتور واحد في مصر، ومعانا الدكتوراه الفخريه، جائزه الابداع العلمي وزاره التعليم العالي، جائزه الاتحاد الاعلامي للمحامين والخدماء بصفه راجل عسكري ومدير المركز الطب الطبيعي، وفي جائزه اللي هو مرتجع عن احسن بحث في مجال العلوم الطبيه والاكلينيكيه من الاكاديميه الطبيه العسكريه. دي لأسامة والناشين معايا، وسام الجمهوريه، وسام العلوم والفنون من الطبقه الاولى، وسام الشرف الاتحاد العربي للمحاربين القدماء، وده طبعا عشان راجل. واحنا كنا امبارح على فكره مع الرئيس بنحتفل بالعيد الايه الخمسيني او اليوبيل الذهبي لنصر اكتوبر المجيد، وحضرت طبعا حرب السنزاف وحرب اكتوبر المجيد. انا عندي شويه كتب، مؤلف كتب اللي هو الطب وعلماء في عصر الحضاره الاسلاميه، وانا يمكن بدرس هذه الماده على فكره اللي هو التاريخ الطبي، في بدرسه في الجامعه عندنا، صناع الحضاره الاسلاميه، حكام الدوله المصريه في عصر الاسره العلويه، اليهود عبر العصور، الطب وعلماء في مصر القديمه، الرياضه في مصر القديمه، الام الظهر وتشخيصها وعلاجها في مصر القديمه، ماذا تعرف عن الام الظهر والرقبه، ماذا تعرف عن تيبس العمود الفقري. وانا على فكره رئيس اللجنه الطبيه اللي هي في على نفقه الدوله في التيبس العمود الفقري. لو بنشوف يا اولاد التأهيل الطبي ده عباره عن البعد الثالث للمنظومه الطبيه. لو انا بقول هنا ان الطب عموما يعني افرع الطب او اسس الطب الحديث هو نمره واحد الطب الوقائي، وده من الحاجات المهمه جدا. نمره اثنين الطب العلاجي سواء كان باطني او جراحي، وبعدين الطب التأهيلي اللي هو لو العيان ما تعالجش، يعني بتعالج بكل الوسائل الباطني والجراحي ولسه في مشكله، احنا بيحولوها لنا على طول عشان نقدر نكمل ايه المشوار معاه ونخليه بقدر الامكان ما فيهوش ما عندوش ديسابيليتي، يعني ما عندوش ايه قصور في الايه العيشه مثلا او قصور في الوظائف عموما، ويبقى يعني انسان نافع للمجتمع وانسان عادي وما يحتاجش لاي حد ايه يساعده. يعني ده هو ده الهدف الاساسي بتاع الطب التعريفي. بعد عاوزين وات از ريهابيليتيشن؟ ريهابيليتيشن ذا بروسيس
of helping a person achieve the highest level of function independence. Independence دي مهمة جدا، اللي هو عدم الايه اعتماد، يعني ايه اللي هو بيبقى معتمد على نفسه بس، and quality of life possible. يعني process helping a person to achieve the highest level of function، يعني بنخليه يعني يوصل لأعلى أعلى درجة من درجة وظيفية، بحيث إن هو يبقى معتمد على نفسه اعتماد كلي اللي هو independence، ويبقى يقدر يعيش عيشة كويسة quality of way of life possible. برضك الجول goal of rehabilitation medicine is twofold: maximize the function, participation, independence and the quality of life for a person with a disabling condition, and to maintain and prevent any further decline in a person's functioning. يعني هو ده الايه ده الهدف يعني الاساسي يا اولاد، ان الراجل ده طلع من العلاج مثلا، زي اقول لك حاجه زي حالات مثلا الهيموبليجيا الشلل النصفي، طب ما الراجل ده بنعالجه علاج طبي، ولو عنده مثلا اكسترا ديورال هيماتوما مثلا بعمل له جراحه، يعني فاهم قصدي؟ وبعدين في الاخر الراجل ده لسه برضك عنده ويكنس وعنده انكوردينيشن، وما قدرش يقعد كويس، ما قدرش يمشي كويس. دي بقى شغله الايه الايه الريهابيليتيشن، زي ما قلنا زي ما قلنا اللي هو البعد الثالث للايه المنظومه الطبيه. It is prescribed after many types of injury or illness or disease, including هناخد امثله برضك اللي هو زي ايه مثلا النيورولوجيكال بروبلمز. يعني على فكره كل المشاكل العصبيه محتاجه ريهابيليتيشن مع الدواء، يعني هو كله يعني بيروح لراجل اخصائي الامراض العصبيه، لكن في الاخر بيبقى محتاج ايه؟ محتاج تاهيل طبي. الراجل عنده فقد الامبيوتيشن، ده وماما اكثرها اليومين دول بحوادث الطريق والحاجات دي كلها والعربيات، فالراجل ده مثلا عنده بلوني امبوتيشن، طيب ما الراجل ده محتاج نمره واحد يتعالج كويس، يتعالج نفسي على فكره. ما احنا معانا يعني العلاج الريهابيتيشن ده على فكره بيبقى تيم ورك، الدكتور موجود ومعاه ناس بيعاونوه، زي مثلا الايه الراجل النفساني عشان يقدر لو في اي مشكله نفسيه بيقدر يعالجه، اللي هو يعالج المريض، زي مثلا حاله زي دي الامبيوتيشن. طب ما دي مشكله كبيره، الراجل ده داخل في مشكله نفسيه كبيره جدا، وبعدين بعد كده بتجيب الراجل اللي معاك التاني البروستاتست، اللي هو الراجل اللي هو البروسيس اللي هو بيعمل له الطرف الصناعي، وبعدين بتجيب بعد كده الراجل الفيزيوثيرابي عشان يقدر يعلمه ازاي ايه يعمل تمرينات للستامب. الستامب ده اللي هو الجزء الباقي من الايه من الدراع او من اللور ليم، يعني فاهم قصدي؟ فهو ده هي محتاجه ايه؟ محتاجه تيم طبي متكامل عشان نقدر ايه نعالج الحاله، ويطلع بعد كده يعني راجل ايه معتمد على نفسه اعتماد كلي، مش معتمد لايه، ما بيحتاجش لاي حد يساعده. الاورثوبيدك انجز، اي حاله اورثوبيدك على فكره يا اولاد، يعني بس هو من الفكره هي مثلا اورثوبيدك انجز دي، لما انت عندك مثلا واحد عنده اي فراكشر، واحد عنده فراكشر نيك فيمر، عنده فراكشر فيمر حتى عاديه، ممكن ما يحتاجش يعني هنا بنقلل بقى الراجل ده والله عنده فراكشر بس ايه ابر ليه ما عنده بتاع في حادثه بتاع مش عارف ايه، مش لازم بقى التيم كله، لا ممكن يحتاج الدكتور بس مع مثلا بتاع العلاج الطبيعي، يبقى الاثنين مع بعض يقدر يعالجوا الحاله. الكاردياك ديزيز، الله الراجل احنا هنا يمكن الحكايه دي عندنا مهمله شويه، لكن كل واحد انا رحت هناك زرت في كندا، كنت زرت كاردياك ريبيتيشن سنتر كبير جدا انت قد الجامعه بتاعتنا دي، وفي بقى الناس اللي هم بقى ايه اللي هو بعد ما بيحط بقى الاستنت والحاجات دي كلها او الجراحات القلب والحاجات دي كلها، بياخدوا العيان ويبتدوا ايه يمرنوه تمرين بسيط، يزودوا الانديورنس بتاعته، يعرفوه ازاي يعني يظبطوا له وزنه عشان يبقى ما يبقاش فيه استرس على القلب، يعني مش كده بس، ويعملوا له برنامج رياضي يمشي عليه، وبعدين كل 3 4 اشهر يجي يتعرض تاني عشان يشوفوا ايه التقدم اللي حصل عند الراجل ده. السبانال كورد انجر، الله ده الراجل السبانال كورد انجر سواء كان سيرفايك اللي يعني عنده لو عنده بارابليجيا ولا كوادريبليجيا، الراجل ده بقى ديسيبل، لو سبته كده يا اولاد هيحصل له كل الكومبليكيشنز اللي في الدنيا،
بمعنى ايه اللي هيحصل له من غير ما اقلبه، من غير ما اعمل له سكريشن للايه، اشيل السكريشن اللي موجوده دي، هيخش بقى في مشاكل البيت سورز والريسبيراتوري انفكشن واليورينري انفكشن، يعني داخل في ومش كده بقى، وستيفنس اوف ذا جوينتس والحاجات دي كلها. فلازم اخده من الاول واجيب له بقى، انيمه على مرتبه هواء، ادي له تنفس، ادي له تمرينات بصناعه الجوينتس عشان تتحرك والحاجات دي كلها. يعني لازم ايه نتولى. وطبعا كل واحد، كل حاله من دي ليها برنامج تاهيلي متكامل. الارثرايتس طبعا، يمكن على فكره يعني مثلا لو بناخد حاجه زي الانكلوزنج سبوندلايتس، وانا هديكم الانكلوزنج اللي هو تيبس العمود الفقري، فده من ضمن الحاجات اللي محتاجه تاهيل مهم جدا، بجانب الدواء. لكن لو سبته كده من غير تأهيل بيقول لك ممكن ستيفنس للسباين، والسباين يتحول الى عظمه واحده، ويقدر ايه وما يبقاش عنده الموبيليتي الكويسه للايه للعمود الفقري. الستروك زي ما قلت لكم قبل كده، وبعدين طبعا حتى الكانسر ليه ريهابيتيشن، والتروماتيك برين انجل اللي احنا بنشوفها كل يوم دلوقتي علشان موضوع الايه الكار اكسيدنت. يعني ده ما عندك في امريكا، اللي هم امريكا السب سبيشاليزيشن الفيزيكال ميديسن، اللي هو ايه بقى ده في الستيت سين، يقول لك ده نيورو ماسكولار ميديسن، البين ميديسن. يعني انا في عندنا حتى طب الالم، طب الالم او تخصص طب الالم، الله الراجل ده عنده الم في ظهره، الم في رقبته، الم في دراعه بتاع ده، في دكاتره بس مننا احنا متخصصين ايه في موضوع الالم ده. البيدياتريك ريهابيتيشن، انت عندك الاطفال ده مشكله كبيره جدا، وليها تخصص لوحده خالص اللي هو البيدياتريك ريهابيتيشن. السبانال كورد انجري، يعني ممكن يكون راجل، يعني في واحد في سنتر في ستوكماند فيل في انجلترا، في ده يمكن حضراتكم متخصص بس في الايه السبانال كورد انجري. انا رحت مره زرت السويد يا اولاد، وكان في مستشفى كبيره جدا زي مستشفى بتاع ثعلب كفافي دي، والتقيه بس ده ريهابيتيشن سنتر، يعني ده ريهابيتيشن سنتر، ادي ثعلب كفافي ده مثلا بتاع 10 مرات. الراجل من اول اللي قاعد على الباب، على باب المستشفى، لغايه الايه المدير المستشفى والدكاتره كلهم عندهم سبانر كورد انجل، هو ده التاهيل. بيشتغلوا ويستقبلوا العيانين وعندهم عيانين زي حالتهم كده، بيكملوا الايه المشوار معه. السبورت ميدسن، ده الطب الرياضي، ده هو تبع الايه تبعنا احنا، تبع الايه تبع ال الفيزيكال ميدسن. البرين انجل زي ما قلت لحضراتكم، ايه زي ما قلت الجولز هنا بيقول لك ايه، يقول لك المينمايز الفانكشن ديفيسيتس، يعني لازم اقلل بقدر الامكان الايه القصور الوظيفي في الحاله. بريفنت كومبليكيشن زي ما قلت لكم، ان انا لو سبت انا اي حاله من المنظر ده ممكن يحصل لها كومبليكيشنز كتير. يوز ذا ريميننج فانكشن تو ماكسيمم، يعني لو حتى في اي يعني جزء من الوظيفه موجود انا بزوده بوسائل كتيره جدا نقول عليها دلوقتي. اني بودي ماي نيد ريهابيتيشن ات سام بوينت ان ذير لايف، يعني فولوينج ايه؟ فولوينج مثلا ايه؟ انجري سيرجري ديزيز اور النس اور بيكوز اوف ذير فانكشن، زي الايه؟ جيراتريك ريهابيتيشن، يعني الحاجات دي كلها طبعا ايه؟ موجود. الاكزامبل زي يا اولاد هنا مثلا زي الاكسرسايز تريننج اند اديوكيشن اون هيلث ليفنج فور ا بيرسون ويز هارت ديزيز، اكسرسايز سبيتش لانجويج اند كوميونيكيشن افتر برين انجر. برين انجر دايما على فكره دايما معاه بقى مشاكل في التخاطب. ففي عندنا الراجل من ضمن التيم بتاع الريهابيتيشن هو الجامعة بتاع السبيتش ريهابيتيشن، واحنا قاعدين على فكره في الجامعه بيطلعوا الولاد دول في الايه في الكليه الايه العلوم الصحيه. making fitting and educating an individual to use prosthesis for after leg amputation. طبعا هو الراجل قلت لك اللي هو اخصائي اللي هو الاطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه،
ده بقول له يا ابني اعمل لي مثلا طرف صناعي للراجل ده، فهو بيجي ويعمله وياخد لك مقاسات وبتاع الحاجات دي كلها، ويظبط الامور ويبدا مع الولد لغايه ما ايه يقف على رجليه. لو بنشوف في اولاد ادي مثلا ادي الايه الهارت، ادي الهارت، ادي كاردك ريبيتيشن. لو ايه اللي ايه اللي بشوف في الكاردك ريبيتيشن ده، ده البيشنت اسيسمنت الاول، الدكتور بيعمل له اسيسمنت مش كده بس، ده في نيوتريشن كونسلنج يعني يشوفوا لك ايه الراجل بتاع التغذيه شكله ايه، الويت مانجمنت، الويت مانجمنت الاثنين مع بعض، يبقى ادي الويت مانجمنت لازم الايه اظبط وزنه بالكامل، البلاد بريشر مانجمنت، الليبيد مانجمنت، الدايبيتس لو كان عنده دايبيتس، الحاجات دي كلها، التوباكو سنسيشن، ادي ادي ده كله يعني، يعني باخده وبايه وكل المشاكل اللي عنده احنا بنحلها. السايكولوجيكال مانجمنت، الفيزيكال اكتيفيتي كونسلنج، والاكسرسايز تريننج، يعني ادي ايه شوف ادي ادي حاجه حاجات بس ايه في الكارديو كريبيتيشن اقدر اعملها عشان اقدر ارجع الراجل بقدر الامكان يقدر يبقى عنده انديورنس، يقدر يبقى عنده ايه يعني ايه يعتمد على نفسه ويزود الانديورنس بتاعته ويزود الايه القدره الوظيفيه بتاعته. What diagnostic tools are used in rehabilitation؟ طبعا حاجات كتير، ما انا زي اي تخصص على فكره، يعني احنا بنقول ايه؟ بناخد اي تخصص، يعني diagnostic tools include those used by other physicians زي medical history, physical examination, radiological assessment، مقيس الضغط، مقيس مش عارف الحاجات دي كلها. لكن عندنا حاجات احنا بنسميها استنينا، لكم محاضره عن الالكتروميوجرافي اللي هو رسم العضلات والتقييم الايه الايه والتشخيص الكهربائي، وبعدين السوماتو سنسوري اند موتور ايفوج بوتنشال، ومش كده بس، وعندنا الماسكو سكيتال الترا ساوند. ده من الحاجات اللي احنا، ودي موجوده في الاسم، لو اي حد من حضراتكم يحب يشوفها ممكن الدكتوره ايه ساره توديه يشوف الايه الكلام ده. يعني ادي مثلا حادث رسم العضلات اهو، يعني اي عضل، اي عضله نقدر نعمل لها اسسمنت، اي عصب نقدر نعمل له اسسمنت في الجسم كله، سواء كان بالبولر نيدل الالكترود او بالسيرفس الالكترود. لو بنشوف هنا اولاد قد السونار ده، ده مثلا ده الشولدر، ادي الشولدر اند ليد اوف ذا هيومرس، وده ايه الشولدر زي ما حضراتكم شايفين، والايه والعضلات اللي حواليه، بنقدر احنا نعمل تقييم كامل للماسلز اراوند الشولدر ونشوف العيب فين ونقدر ايه نديله حقن مثلا او نديله علاج طبيعي او الحاجات دي كلها. الريبتيشن بروجرام ديفيلوبد اند ديليفرد باي ريبتيشن تيم، التيم ده مهم جدا على فكره، البيشنت بارتيسيبيشن از اسينشال، المهم جدا ان العيان يفهم الحاله اللي عنده، وعشان كده على فكره في اي حاله من عندنا احنا بنعمل عباره عن كتيب صغير كده في كل الايه المعلومه عن الحاله، وبعدين بنقول للعيان انت عليك الدور بتاعك ايه، وبعدين العيان ما يبقاش سلبي على فكره، لو سلبي خلاص ملوش علاج عندي، يعني لازم العيان يبقى انثوزياستك كده عايز يتعالج، عاوز يبتدي يمشي الحاجات دي كلها. لو وعشان كده احنا بنستعمل بقيه الحاجات، لو عنده ديبريشن احنا بنجيب الراجل الحاجات دي كلها. الفاميلي اندرستاندنج اند كوميتمنت مهم جدا، ان العيال ان العيله تعرف عند الراجل ايه علشان تساعده كمان بالكامل. يعني هو المشكله عندنا يعني ايه على فكره، ان هو الايموشنز، بمعنى ان العيله مثلا لما كنت مثلا في المركز العجوزه وانا ماسك المدير هناك، كان مثلا حاله الهيموبليجيا تيجي خلاص يبقى ايه تقلك العيله كلها في الاوضه اللي ايه في قلب الاوضه او بره الاوضه والحاجات دي كلها، ما فيش اسبوع اتنين ما تلاقيش حد، في الاخر في اخر الشهر مش هتلاقي حد قوي إيه غير ابنه ولا بنته بس الحاجات دي كلها، او حتى ايفن ما بتلاقيش في بعض اوقات اي حد معاه. فدي المشكله، لازم يعرفوا ان الراجل ده محتاج رعايه نفسيه حتى كمان، ويبقى ايه وحنيه، ده مهم جدا. الكي اوف جود ريبيتيشن از تيم ورك، زي ما اتفقنا لازم يبقى التيم ده موجود، لازم يبقى كل واحد عارف الثاني وعارف بالظبط اول ما تخش الحاله بيعرفوا ده بيعمل عايز يعمل ايه، وده عاوز يعمل ايه وعايز يعمل ايه. فهنا التيم ورك على فكره هيدد باي الفيزيشن اللي هو احنا، اللي هو الدكتوره ساره مثلا او الايه او الدكاتره الموجودين في القسم، هم دول رئيس الايه رئيس الايه التيم نفسه، وبعدين معاه ريبيتيشن تيم بقى انكلودنج ايه بقى الفيزيكال ثيرابيست اللي هو اخصائي العلاج الطبيعي، اخصائي العلاج بالعمل، السوشيال وركر اللي هو الاخصائي الاجتماعي،
الريهابيتيشن نيرس، البنت النيرس اللي هي دي مهمه جدا، اللي هي بتقلب العين في السرير وبتاع والحاجات دي كلها، سايكولوجيكال كونسلر مهم جدا النفساني، السبيتش والريسبيراتوري ثيرابيست والايه والريهابيتيشن انجينير، علشان الايه اطراف الصناعيه والاجهزه التعويضيه والحاجات دي كلها. هو ده الايه التيم بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه. ومش لازم على فكره في كل حاله نستعمل التيم كله ابدا، زي ما قلت لكم قبل كده الراجل ده والله عنده فراكشر نيك فيمر، ايه المشكله؟ ما انا اشوفه واقول له يا ابني انت بديله الادويه لو عنده اسطوبوروزس والحاجات دي كلها، لو عنده هشاشه عظام والحاجات دي بديله الدواء، وبعدين بعد كده ايه بقول له بعد شويه تبتدي تعمل الفيزيكال ثيرابي اللي هو كذا 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 بس. والله الراجل ده عنده مشكله نفسيه بتجيب له الايه سايكاتري، مش مشكله سايكاتريست يعني. فيعني اني هاو يعني هو ده الطريقه اللي احنا ايه بنسال. لكن حاله مثلا زي سبانر كورد انجر، لا ده ماكسيمم تروما يعني ده اصابه نفسيه رهيبه جدا للعيان، العيان مش قادر يمشي. طب وبعدين لازم يبقى في بقى هنا سايكايتريست موجود معانا مع التيم نفسه عشان يقدر ايه، لازم يبقى في النيرس موجود، لازم يبقى في الدكتور موجود، لازم يبقى اخصائي العلاج الطبيعي موجود، لازم الاوكيوبيشن ثيرابيست، يعني التيم كله لازم يبقى موجود في الوقت ده. يعني على حسب الاصابه على فكره. او شوف ادي البيشنت اهو، ادي البيشنت يا اولاد، يبقى عندك ادي ريهابيتيشن فيزيشن اللي هو احنا، معانا فيزيكال ثيرابيست، اوكيوبيشن ثيرابيست، سايكولوجيست، سوشيال وركر، البروستاتيك البروستاتيست، وبعدين هنا ايه الريكريشن ثيرابيست، الفارماسيست عشان يجيب له الدواء، الدايتيشن، السبيتش مش عاوزين نزيد في الوزن، السبيتش باثولوجيست، والريهابيتيشن نفسه يعني. وراجل الدين، راجل الدين ده مهم جدا يعني، هنا الرعايه الدينيه هنا مهم قوي قوي في هذه ايه الحاله. لو بنشوف هنا الفيزيكال ثيرابيست بيعمل ايه؟ ده بيبقى اسيست البيشنت ان فانكشنال ريستوريشن، يعني بس بيعمل له ايه بقى؟ الرينج اوف موشن، الماسل سترينث قوي لو كان في عضلات شغاله، السيتنج ستاندنج بالانس كوردينيشن، بعلمه ازاي بقى ايه؟ يعني مثلا في حالات الهيمبليجيا بعلمه ايه؟ بديله بريدنج اكسرسايز، وين بعد كده بعمله باسيف واكتيف اكسرسايز لو كان ايه؟ في عضلات شغاله. العضل الجانب السليم باول العضلات بتاعته عشان يقدر يشيل الايه الويكنس بتاع الجنب الايه الضعيف، مهم جدا. والترانك اكسرسايز بزوره عشان نقلل الحمل على الايه على الجانب اللي ضعف. وبعدين بعد كده بعد شويه بعد ما البرين ايديما تروح والحاجات دي كلها الفانكشن بتزيد، فبالتالي بستغل الحكايه دي بقى قعده بقى ازاي، ازاي قعده، ازاي يوقفه، ازاي يمشيه، ازاي اديله كوردينيشن اكسرسايز، بديله ريلاكسيشن اكسرسايز، اعلمه ازاي مثلا في فتره عاوز يقعد على الكرسي متحرك ازاي يقعد، ازاي يمشي نفسه في الكرسي، الحاجات دي كلها لو يقدر يعني. الفيزيكال ثيرابيست برضك بايه يعني، بس احنا بنستعمل على فكره هنا الاكسرسايز اكتر بكتير من ايه من الـ من الايه من الـ من اي وسيله، وهم مهم جدا الاكسرسايز. يعني فيزيكال ثيرابي هيلب ذا بيشنت تو ريستور ذا يوز اوف ذا ماسل بون اند ايه نيرفس سيستم ثرو ذا يوز اوف هيت وكولد، عنده بقى وسائل زي الهيت مثلا، الانفراريد، الالترا ساوند، الالترا ساوند اللي هو الايه اللي هو الشورت ويف، المايكرو ويف، الحاجات دي كلها، او الليزر، الحاجات دي كلها. وبعدين الكولد والمساج والواير بول، الواير بول ده اللي هو ايه الدوامة المية اللي هو بيحط مثلا، ده عبارة عن كده ايه تانك كده فيه دواء يخلي المية ايه تبقى فيها دوامة بحيث ان هي تدي ايه تزود السيركوليشن وتدي فرصة ان يحصل مصر ريلاكسيشن والحاجات دي كلها. ادي بعض الوسائل اهو. يبقى هنا دي ترابيزه على فكره عشان نزود بيها الايه التراكشن، ده تراكشن مثلا حالات السباين والحاجات دي كلها، الام الضرر ده حاجه بنزود بيها في حالات مثلا بعد ما ايه بعد ما العيان يعمل العمليه في الركب او في الفخذ والحاجات دي كلها، بتلاقي ان في الستيفنس في الني جوينت والهيب جوينت، ده بنستعمله عشان نزود اللي بيسموها كونتينوس باسيف موشن، ده بيشتغل بالكهرباء بقى مش بالايدين، فبظبطه واقول له والله ايه نعمل مثلا 5 مرات ايه في الدقيقه، 10 مرات في الدقيقه، الحاجات دي كلها لغايه ما ايه ما نقدر ناخد الفود رينج اوف موشن. ده
حاجه اسمها لايت ثيرابي. اللايت ثيرابي ده نوع من الضوء بيخش ثرو الايه الافكتد جوينت مثلا، ويزود السيركيليشن، ويحصل ايه نوع من الايه الريبير او الريجنريشن في الايه في ال في في ده شوك ويف. الشوك ويف، الشوك ويف ده على فكره اللي هو الموجات التصادميه، عباره عن الترا ساوند، وده اللي على فكره اللي بيستعملوه عشان تكسير الحصوات. لكن احنا بنستعمل الجهاز ده الصغير ده اللي هو ايه الحصوات ده كبير قوي، لكن ده بيدين بقى الشوك ويف يعني زي ايه ضربات كده معينه، بحيث انا الين بيها اي فايبر تيشو فورميشن اراوند الايه الجوينتس والحاجات دي كلها والتيشن. ده الماجنيت الثيرابي، خلاص ده الالترا ساوند، وده الالكتريك ستيموليشن، وده الشورت ويف. ده انا عندي في العياده دي الحاجات دي كلها، انا ايه بقول لكم الحاجات اللي عندي في العياده. لكن هنا بتقول اكسرسايز ذا موست وايدلي يوزد اند بيست نون تايب اوف فيزيكال ثيرابي ديبندنج اون ذا بيشنتس كونديشن اكسرسايز مي بي بيرفورمد باي ذا ثيرابيست ذا بيشنت انون. يعني مثلا في حالات يعني انكلوزنج سبوندراتس، ده انا بدي له علاج البيولوجي واقول له اعمل في البيت، اعمل في البيت تمرينات مهمه جدا عشان احافظ على ايه على العمود الفقري وامنع التقوس بتاعه للامام، الحنه بتاعه للامام. الاو تي بقى، الاو تي اللي هو الاوكيبيشنال ثيرابي، بيعمل له بقى الجبائر المعينه زي ما حضراتكم شايفين كده. اي واحد عنده مشكله في الرقبه بيعمل له الجبيره دي، اي واحد عنده مشكله في الفوت واللور ليم بيعمل له الكبائر الحكايه دي. حاجات دي حاجات الاكتيفيتي اوف ديلي ليفنج، ازاي يستعمل يعني مثلا تواليت هنا انا ايه بزود الهايت اوف ذا ايه تواليت سيت علشان الناس اللي هم ما يقدروش يقعدوا او يتنوا ركابهم كتير او ايه او يتني فخده كتير. ده التواليت، تواليت ايه التشير الباث التشير باث، انا عاوز مثلا اديله حمام وبتاع بقعده هنا واديله ايه الحمام في قلب الايه قلب الـ قلب الـ قلب الباثروم. يعني وده ده يعني ده على فكره الاوكيبيشنال ثيرابي، وده على فكره برانش يمكن مش موجود عندنا، لكن احنا بنحاول نعمله دلوقتي في بعض الجامعات المصريه. السبيتش ثيرابيست او كوركت السبيتش ديس اوردر اور ريستور السبيتش او اورال في اورال، مهمين على فكره في الاورال فيدنج. الجماعه اللي عندهم هيموبليجيا والحاجات دي كلها ممكن ايه ما يبقاش عنده بلع كويس، فده بيعود ازاي ايه يبلع كويس والحاجات دي كلها. الاورال فيدنج بروبلم ديفيكالتي ان ويز ايتنج سوالون بريسكرايب تو ريهابيتيشن اي بيشنت افتر ايه برين انجري الكانسر نيورو ماسكولار ديزيزز الستروك اند اذر انجريز اند ايلنس. لو بنشوف ادي بقى ده جهاز من الاجهزه حالات الشلل مثلا، شلل الرجلين البوليمايلايتس، ده بيعمل له ده عشان يقدر ايه يظبط اللور ليم ويخلي العيان يقدر يمشي كويس والحاجات دي كلها. البروستاتيست بقى اللي هو الاطراف الصناعيه والاجهزه، طبعا الراجل ده والله عايز بعد الامبيوتيشن عايز جهاز اطراف صناعي، بنعمل له الطرف الصناعي. الفوكيشن ريهابيتيشن ده مهم جدا على فكره، اللي هو الراجل اللي هو بيرجع البني ادم لوظيفته القديمه والله انت، وبيخليه بقى يعني يديله وسائل كده ايه يرجعه او يعلمه صنعه جديده بقى، يعني يعملوا تقييم والله الراجل ده قدر يرجع لوظيفته القديمه خلاص، لكن لو ما قدرش بيقدر يعلمه صنعه جديده علشان يقدر يبقى عضو نافع في المجتمع ويبقى ايه سهل جدا. السوشيال وركر ده مهم جدا يا اولاد، واحنا عندنا في المركز على جوزة التيم ده موجود في مركز على جوزة بالكامل حتى الايه الاوكيبيشن ثيرابيست. فهو ده الورك السوشيال ورك ده، يعني مثلا واحد كان بيشتغل وحصل له هيموبليجيا، والراجل ده كان بيشتغل وطبع المرض ده هيقلل الانكم بتاع الفاميلي، فهتبقى مشكله كبيره. طيب وظيفه الراجل ده ان هو السوشيال ورك ده ان هو يشوف الايه الجامعات الاهليه، يشوف الشؤون الاجتماعيه الحاجات دي كلها، يقدر يجيب له انكم تاني ويقدر ايه سبورت يعني فاينانشال سبورت، ويقدر ايه يخليه عشان يعرف يعيش كويس. مش كده وبس، واللايف ستايل سيتويشن الراجل ده بقى عنده ايه عنده بارابليجيا، طيب عاوزين ان مش معقوله يقدر ايه يطلع في الايه في اي بيت، لا لازم البيت ده يبقى فيه اسانسير مثلا في اول دور عشان يقدر، او نسكنه في الدور الارضي علشان يبقى ايه
يبقى سهل عليه العيشه، مش كده بس، ده هو عشان يقدر، وحتى في جوه البيت اقدر اعمله مثلا هاند ريلز عشان يقدر يمسك الايه؟ الهاند ريلز اللي هو الثواني بتاع الحته دي، اقدر ازود له المساحه بتاع الابواب والحاجات دي كلها، اعمل له رامب عشان يقدر يمشي عادي، يعني حاجات بسيطه جدا لكن بتساعد الايه؟ المريض مساعده كبيره جدا. لو بنشوف يا اولاد هنا what are the different types of the independent living aids، انا علشان اقدر اديله ازود الفانكشن بتاع المريض ده، انا بديله حاجه اسمها ايه؟ living aids. living aids اللي هو الايه؟ الاجهزه المساعده. زي ايه مثلا؟ الريهابيتيشن بروفايد ديسيبلد بيبل with tools they need to attain independence and self determination. what are the assistive devices؟ اسمها assistive device. can help a person function better and more independent. Assistive device can make daily tasks easier. يعني بيخلي الايه الحركات اليوميه او الوظائف اليوميه سهله بالنسبه للمريض اللي هو عنده اعاقه. يعني مثلا ايه؟ من devices are available to help the patient with activity of daily living. الراجل ده عاوز يقوم من النوم، عايز يروح الايه التواليت، عاوز يغسل وشه، وبعدين عاوز ياكل، الحاجات دي كلها موجوده في الاسيستيف ديفايس. حتى لو عاوز يطبخ لنفسه برضك نفس ده، يعني البيرسونال، الكوكينج، الايتنج، الهاوس كليننج، الباثنج، كل ده عاوز يلبس الشراب بتاعه. يعني مثلا ده ملقاط كده يمسك بيه الايه الحاجات من بعيد، مش لازم يوطي لقدام، لا ادي يمسكها بايده هنا ويروح ماسك الايه الحاجه ايه بايده من هنا. ادي مثلا حاجه تلبس الشراب، فليكسبل ستوك ايد، ده حاجه عشان تمسك الطبق ايه على الترابيزه عشان يقدر ياكل كويس. الجريب درينك هولدر، ده الهولدر بتاع الكوبايه، لو انا ايه لو فاهم قصدي، اللي بيمسكه يقدر يمسكه ويتحكم فيه اكتر. ادي زي ما حضرتكم شايفين، ادي اللي ريز تولد سيت، ده عندك مشكله، ده الباص ليفت، ده حتى نقدر ايه يعني هنا في ونش كده يطلعه من الحمام ويدخله في الحمام. ده الكومود، الكومود في حالات الايه اللي هو اللي مش قادر بقى يتحرك بتاع الحاجات دي كلها، وده الويل شير اللي بنقدر يعمل فيه ايه تواليت يعني. What are the different types of mobility aids؟ طبعا لازم الراجل عايز يتحرك كتير. انا احكي لكم مثلا حكايه، انا كان عندي واحده اسمها شيرين. شيرين دي على فكره، بس انا ما جبت صورتها هنا والله، يا ريتني كنت جبت صورتها. دي كان عندها، كان داخله عندي في المركز وعندها نيرلي كوادريبليجيا، يعني لكن انا شايف ان في ايديها الشمال بتتحرك على خفيف. فالبنت دي ونايمه قديله سنه ونص نايمه في السرير، يعني يعني ابوها جابها وعندنا ودخلناها، وبعدين ابتدينا نعملها الريهابيتيشن، ابتدى الدراعين يتحسنوا لكن الايد الشمال كان التحسن فيها اكتر. فقلت احسن حاجه ان انا ايه اجيب لها ويل شير كهرباء خلاص، وبالتحكم بالايه بالايد الشمال. ما تعرفوش يا اولاد قد ايه البنت اتخلقت من جديد. يعني ده كان بالنسبه ليها كان حاجه كبيره جدا، بتركب الكرسي الكهربائي وتتحرك زي ما عايزه في الايه في السنتر. مش كده بس، احنا البنت دي كانت شغاله قبل كده في شركه على كمبيوتر، فعلمناها ازاي تستعمل الكمبيوتر مره تانيه علشان تقدر ترجع الشركه بتاعتها، وده اللي حصل فعلا، ورجعناها ايه الحته اللي كان بيشتغل فيها قبل كده. فادي ده انت بتخلق، استغفر الله العظيم، بتخلق او مش عاوز اقول اخلق، انت بترجع البني ادم زي ما كان ايه قبل كده، قبل ايه قبل الاصابه. ده بعض الموبيليتي ايز. ادي مثلا ادي الاكزيلا دي كراتشز، وده الالبو كراتشز، وده العصايه بتاع الناس اللي هم عندهم روماتويد ما يقدروش يمسكوا حاجه، لكن ايه ادي الهولدر ده او الجريب دي بتبقى عريضه شويه عشان تبقى سهله بالنسبه ليهم. ادي بالنسبه للووكر اهو خلاص، وده الووكر ومعاه ايه عاوز تخش مثلا تشتري حاجات في الايه في المول والحاجات دي كلها بيعملوها عندهم. هنا بيحط الحاجات بقى كلها هنا، الخضار وبتاع مش عارف ايه، وماسك الايه وفي الفرامل اهو بعجل والحاجات دي كلها، وده بتاع الاطفال. What are the different types of wheelchair؟ أو wheelchair are designed to help those. ده أنا قاعد سارح في المحاضرة
وعديت حتت كده وانتوا نايمين على يا دكتور راحتكم. بس هي فصلت، معلش الوقت خلص. انت شايفه كده؟ أنا شايفة شايفين كده ولا حضرتك يا ولا؟ دكتور دلوقتي، لسه ما شفتش السلايد. والله يعني حضرتك أنا نعمل شير سكرين والسلايدز تبدأ تظهر. طب استنى ثواني. سكرين ايه رأيك كده؟ تمام يا دكتورة، شايفة السكرين دلوقتي، بس يعني لا شغل ثواني الباوربوينت. خلاص ثواني بس كده عشان ايه نكبر استنى مع الشاشة. حضرتك. تمام يا دكتور. شايفين كده يا اولاد؟ طيب دول الاسيستف ديفايس اللي احنا قلنا عليهم ولا لا؟ ولا من ولا فين ولا من احنا وقفنا عندهم، وقفنا عندهم يا دكتور. عند دي. طيب احنا قلنا وات ار ذا ديفرنت تايبس اوف اندبندنت ليفنج ايدز اللي احنا قلنا دول. ادي ريهابيتيشن بروفايدز ديسيبلد بيبل ويز تولز ذي نيد تو اتين اندبندنس اند سيلف ديترمينيشن. يعني انا بزود الوظيفه بتاع الايه العيان نفسه بقدر الامكان عشان ايه يبقى اندبندنت، مش محتاج لاي حد ايه يساعده. لو بتشوف هنا اولاد زي مثلا زي بنشوف هنا وات ار ذا اسيستد ديفايسز. اسيستد ديفايس كان هيلب ا بيرسون فانكشن بيتر اند بي مور اندبندنت. اسيستد ديفايس كان ميك ديلي تاسك ايزير. وزي ما اتفقنا كده مهمه كده في الاكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج ويتش انكلود بيرسونال. يعني ايه الراجل ده عايز يقوم من النوم الصبح يقدر ايه، عاوز يخش التواليت، عايز الحاجات دي كلها اللي يلبس بتاع كله، في حاجات كتيره جدا بتساعده في الكوكينج في الايتينج في الهاوس كليننج في الباثينج. زي مثلا حاجه زي دي ده هولدر مثلا جريب ده هولدر ده هاند هيلد ريتشر هو اسمه كده. ادي العيان بيمسكه هنا بالايدين اهو، ادي الجريب ودي الحته اللي بتمسك اي حاجه موجوده على الارض، مش لازم يوطي عشان يقدر ايه يجيب حاجه. وبعدين ادي مثلا عاوز يلبس الشراب ده، احنا بنلبس الشراب في الفليكسبل سوك ايد. عايز الحاجات دي كلها. لو بنشوف هنا اولاد ادي مثلا ادي هنا ريز تواليت سيت، يعني انا الراجل ده مش قادر ايه ركبته تعبانه، عنده تعب في الفخذ، الحاجات دي كلها في المفصل الفخذ، عاوز اقلل الايه الحركه بتاعته اللي هو الحركه. ما يعني لو انا قعده كده على التواليت العادي لا ده هيتعب لما يجي يقف. طيب فلازم ايه اعمل له ايه هاندل كده وايه ونحطها على السيت عشان يقدر إيه يحمل لا ويقف كويس. ده في مش كده، ده باط ليفت. باط ليفت يعني ايه؟ انا بحطه في التولت وممكن ارفعه واطلعه بره ايه وادخله الايه الايه ال بتاع ده الباط ثاني مره، يعني البانيو، يعني البانيو اقدر اطلعه وادخله في البانيو. الراجل ده عنده ايه؟ عنده مشاكل في التولت، انا ممكن اخليه يعمل تولت هو ايه على الويل تشير زي ما حضراتكم شايفين. التايبس الموبيليتي بقى، طب الراجل ده عاوز يتحرك زي ما قلت لكم انا الووكينج تو اور موفينج بريفنت فولز اند امبروف اندبندنس. وده بنشوف الحالات دي هنا من اول بقى الاكزيلري كراتشز اهو للايرب كراتشز للستيك. الستيك ده للجماعه اللي عندهم روماتيزم والحاجات دي كلها روماتويد ارثرايتس، بديهم ستيك زي دي كده بيبقى الايه الايد كبيره جريب كبير عشان ايه ما يقدرش يعمل ده. هو ما يقدرش مشكلته انه ما يقدرش يعمل جريب جامده، لا انا بدي له جريب كبيره عشان يقدر يسهل عليه انه ايه يمسكها ويتحرك بيها. الووكر او الووكر اللي بتاع المشتريات انا باخده مثلا بخش بقى مثلا المول والحاجات دي وفيها حاجه ادي الحاجات اللي بتشيل هنا باسكت بشيل الحاجات. ده بالنسبه للاطفال ازاي ايه بدايتك ايه ووكر. ولو بشوف هنا ادي ديفرنت تايبس اوف ويل شير، حاجات كتيره جدا حاجه شايفين. وده على فكره الايه اللي كانت راكباه شيرين اللي هي البنت اللي عندها كوادريبليجيا، وكنا عاملين الكنترول بتاعه على الناحيه الايه الشمال اللي هي كان فيها الجريب كان شغال كويس.
ده بتشوف هنا عندنا حتى ايه ده، احنا عندنا ادي حاجه بيشيلوا على الكراسين بتاع الايه بتاع المستشفى، او بيتحط هنا كده عيان يطلع بيه لغايه الدور الاول او الثاني زي ما حضرتك شايفين. السبورت اكتيفيتي على الفكره دي الافكت بتاعها على الديسابيلتي غير عادي، يعني انا كان عندي مثلا حوالي 150 واحد عندهم بارابليجيا وبيتخانقوا مع بعض كل يوم وبتاع والحاجات دي كلها، قلت احسن حاجه ليهم عشان ابتدي اهلهم كويس ان انا ايه اعلمهم الرياضه. وفعلا منهم احد قسمناهم بقى، ده يلعب سباحه، ده يلعب باسكت بول على الكراسي المتحركه، ده يلعب بتاع ده باسكت بول، لا لا باسكت بول او ايه او فولي بول على على الجروس، يعني عندنا حاجه اسمها ايه، ده يلعب ده يلعب ويت ليفتنج، الحاجات دي كلها. فلقيتهم الايموشنز بتاعتهم والبرسونات بتاعتهم اتغيرت بالكامل، وابتدوا يحبوا بعض، وابتدوا ايه المشاكل بتاعتهم تقل خالص. كان في عندنا شامبيون شيب في ستوك مانديفيل اللي هو يعني قريب من لندن كده، حوالي اسمها حته اسمها ايلس بيري، حوالي 30 كيلو من لندن. قلت لرئيس الاركان القوات المسلحه، قلت له يا فندم احنا عاوزين الولاد تروحوا هناك عشان يختلطوا بالعالم ويشوفوا انه في ناس ديسيبلد زيهم، مش هم بس اللي عندهم، هم طبعا عندهم ديبريشن رهيب جدا ان هم قاعدين خلاص ما اكنه بقى الميت الحي زي ما بيقول الحي الميت ولا ايه سوري. فقال لي ما فيش مانع، فودينا 50 واحد منهم رجعوا ب 60 ميداليه، وزي ما حضراتكم شايفين شوفوا هنا ادي هنا ايه ادي رجعوا من ادي لابسين وشايلين ايه وحاطين علم مصر والحاجات دي كلها شايف. وابتدينا ايه نعمل لهم برضك مسابقات داخليه وبتاع عشان نقدر ايه نزود ونديهم جوائز والحاجات، يعني ترجع ايه. بعد كده قلت لهم انتوا بقيتوا كويسين، تعالوا بقى نشتغل. وفعلا جبت لهم نوع من المكن السهل قوي انك تستعمله، اللي هو مكن التريكو ده، اللي هو اللي بتحط الصوف تدوس على الزر يطلع لك ايه بلوفر. وعملنا وكل واحد يعمل حاجه بياخد ايه قدامها ايه مقابل مادي. الولاد انبسطوا جدا، قالوا طب ما تدونا، هم بقى اللي طلبوا ان هم يخرجوا من المركز. فوفرت لكل واحد مكنه في بيته يقعد يشتغل في بيته ويجيب لنا انتاج احنا نسوقه، ودلوقتي كلهم قاعدين في بيوتهم وايه. وعملنا لهم مراكز توزيع في نوادي القوات المسلحه، يعني سهل جدا، وطلعوا كلهم خرجوا من المركز. واحنا ابتدينا بعد كده نطور المركز ونفتتحه بايه بالجهه الرئيس مبارك، افتتحه على اعلى مستوى في العالم، بقى مركز معروف دوليا. كل لو اي عيان بيروح انجلترا او سويسرا او اي حته من دولت يقول لك روح لمركز رضا عوض، اللي هو مركز التأهيل اللي احنا ايه، عشان انا قعدت مدير المركز ده 24 سنه على فكره. وادي ادي الولاد هنا شوف كلهم بقى، كل ده مثلا واخد ميداليتين اهو اهو، ومبسوط جدا وبتاع والحاجات دي كلها من ايه من ستوك مانديفيل. وخدتهم بعد كده اشتغلنا يعني جزء منهم على فكره راح الدوره الاولمبيه بتاع اللي حصلت في انجلترا سنه 2012، واللي هي البارا اولمبيك بقى، مع بعد كل دوره اولمبيه في دوره ايه للمعوقين. فده كان الايه وده ده على فكره ده الراجل ده السواق بتاع ده دكتور. وانا قعدت 4 سنين في انجلترا باخد الزماله من هناك، وكنت بشتغل في حته اسمها سان توماس هوسبيتال اللي قدام مبنى البرلمان. والراجل ده على فكره كان نائب معانا، لكن هو اتحال على المعاش فمش كده بس، فابتدى بيشتغل للدوله بمتطوع ان هو ايه يعني عشان ينجح الايه الدوره الاولمبيه. فانا نازل من المطار لقيت ده، قلت له مين انت بتعمل ايه هنا؟ قال لي ده انا مستني، مش انت رئيس اللجنه البارا اولمبيه المصريه رئيس البعثه؟ قلت له اه. قال لي ما انا مستنيك عشان اخدك ايه واوديك القريه الاولمبيه. وقعد معايا بقى ال 14 يوم زي ما حضرتك شايف. بعدين بقى دي ده داخل القريه الاولمبيه اهو، فيها شرطه طبعا عشان يعملوا كنترول، وده انا اهو خدت الخوذه بتاع الراجل ده ولبستها اهو. وبعد كده رحنا السفاره عشان يكرموهم هناك ويعملوا لهم حفله والحاجات دي كلها. وبعد كده رحنا عملنا، كان في واحد اسمه احمد سمير ده راجل اعمال في تونس، قال لنا ما تيجي نعمل حفله مع بعض عشان ايه نحتفل بالناس اللي هم خدوا الجوائز. احنا جبنا على فكره 16 ميداليه منهم 4 ميداليه ذهبيه، يعني علم مصر اترفع 4 مرات في هذه الدوره اللي انا رحت فيها، كنت رئيس الايه اللجنه او البعثه البرا الاولمبيه اللي راحت انجلترا. ده المركز بتاعنا على فكره بعد ما جددناه بقى
وشوف انا وجيه الرئيس مبارك افتتحه، او سياده الرئيس سياده المشير. الراجل ده بعد ده كان رئيس الايه الاشغال العسكريه. لا رقاه بعد كده وداه وزير البيئه بعد كده ده. وادي انا ايه ادي 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 انا رئيس المكتب اهو المركز، وده رئيس الاركان، والشله وده احمد شفيق اهو الشله كلها جوه بقى المركز. يقول لك بقى نعم سارة، سارة ايه يا دكتور رضا، مع حضرتك. شايفين كل حاجة ولا لا؟ تمام، كل حاجة واضحة، الصور باينة. ادي لا. وبعدين اي حد منكم الذي يحب يزور المركز يدي اسمه بس للدكتورة سارة، واحنا هنقدر ايه نوضب الامور. ده علاج مائي مثلا في حمام سباحة، ده الحمام الكبير، ده الاسم لتأهيل الاطفال ذوي الاعاقة، ده واحد من الدكاترة بيشوف السريبرال سيركيوليشن في الحالة دي، عندنا جهاز بالالترا ساوند. ده الجيم تاني، ودي واحدة انجليزية كانت بتشتغل معانا في السنتر. ده راجل بقى عنده كوادربليجيا على فكرة، لكن بيشتغل كل يعني مثلا بيقدر يفتح الباب والشباك والستاير والحاجات دي كلها، والاير كونديشن بالايه بالريموت بتاعه ده بدقنه، يعني بيقدر يحرك دقنه في اتجاهات مختلفه. دول بنجيب الناس بتوعنا اللي هم ايه اصحابنا اللي بره اللي هم متخصصين في الريابيليتيشن، بنجيبهم هنا ايه يزوروا المركز ويدونا خبرتهم. ده هنا اتنين المانيا، ده الراجل اللي هامبورج ده هو دلوقتي كان زمان كان صغير، لكن دلوقتي هو رئيس الاتحاد العالمي لتأهيل الامراض العصبيه. ده كلاوس بونفيلد، ده راجل الماني برضك. وده بنجيب ناس من بولندا برضك المتخصصين في ايه تأهيل الايه الاطفال. لو بنشوف هنا كل الجامعات على فكره بيبعتوا الناس اللي هم الاقسام بتاعتهم بتوع الطب الطبيعي والتأهيل بيتعلموا عندنا هنا. وده ده اسم ده كان المنصوره، باين اسم المنصوره جامعه المنصوره، جايين ايه كلهم هنا في عندنا بيشوفوا السنتر، واحنا بنشرح لهم ايه عمليه التأهيل. ده السنتر الجديد اللي هو الام الضغط، ده على فكره ده اول سنتر في الدوله، ويمكن اكبر سنتر في الشرق الاوسط كله. وده على فكره كلاوس زي ما حضراتكم شايفين ده جراح مخ واعصاب موجود عندنا. وهو فكره انشاء ايه ان هم لقيت ان انا ان الدوله مصر بتصرف 100 مليون يورو كل سنه في علاج الناس اللي عندهم مشاكل في ايه في ظهرهم، عنده ديسك، عنده ضيق في الكفاله المفرعيه يعني. او هديك طبعا محاضره عن هذا الموضوع. لقيناهم بيكلفوا الدوله 100 مليون يورو، قلنا الله طب ما نعمل، انا قلت اقترحت على الرئيس والمشير ان احنا نعمل السنتر ده ونجيب الالمان يتعلق يشتغلوا فيه، ايه المشكله؟ ويبقى سنتر موجود ويعالج المصريين ويعالج العرب كلهم بالكامل. وفعلا حصل ده السنتر اللي عملناه. وعلى فكره عملنا اللوجو، او ادي اللوجو ده رسم فرعوني، اول رسم فرعوني بيبين اول علاج في العالم لالم الضهر، اللي هو اللوجو بتاع الجمعيه بتاعتنا بتاع انا رئيس الجمعيه المصريه والعربيه لالام الضهر. احنا عاملين اللوجو بتاعنا ده اللي هو قدماء المصريين كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بيستعملوا الكابنج على فكره، الكابنج اللي هو ايه؟ اللي هو الكاسات الهواء دي كانوا بيستعملوها علشان يعالجوا بيها الام الضهر. ده اثناء الافتتاح سياده المشير اهو. والناس كل انا جبت على فكره كل جراح المخ والاعصاب اللي موجودين في مصر اللي بيعالجوا الام الضهر والناس اللي هم المتخصصين في العظام، وكنت بديهم فكره عن ايه؟ عن المركز في اثناء الافتتاح بتاع المركز. ده من الناس ادي كلاوس، ادي الراجل هامبورغ. لكن ده اللي هو العمل العمليه للرئيس مبارك مايكل مايرز. ده الرئيس مبارك قال لي خليه يزور المركز، فجبته وشاف المركز قال لي المركز ده ما عنديش زيه، عشان انا بشتغل في اسم تبع المستشفى يعني فاهم قصدي، لكن ما عنديش مركز. يعني المركز ده بتخش على الولاد في بقى ايه في كل وسائل التشخيص من اول الاشعه العاديه لغايه الام ار اي والسي تي والالتراسونيك والديكسا والحاجات دي كلها. ومش كده بس، وبعدين في اسم الجراحه واسم العلاج اللا جراحي واسم الانتنسيف كير العيان ده. احنا عندنا اول انتنسيف كير في مصر بتتشال بالونش، العيان يتشال بالونش وايه وتحط على عصير ويطلع من عصير بالونش.
اي حد منكم من حضراتكم يحب يشوف الموضوع ده ممكن ايه يجي ويدي اسمه لساره، واحنا ايه نخليه يشوف المركز ده. ده مدخل المركز اهو، وده على فكره الطقم الالماني اللي احنا جبته ده النيرسنج اهو. هم كلهم ده الهيد نيرس دول بتوع العلاج الطبيعي خلاص، والعلاج بالعمل، وبيعلموا الولاد بتوعنا. وايه كان بدايه حلوه جدا، والجراحين اللي انتم شفتوهم دول هم اللي كانوا بيه. انا بقول هنا ايه، الريبريشن از ان انفستمنت with cost benefits for both individuals and society. It can help to avoid costly hospitalization, reduce hospital length of stay, and prevent readmission. Rehabilitation also enable individuals to participate in education and gainful employment, remain independent at home, to minimize the need for financial or caregiver support. ده اخر سلايد في المحاضره يا اولاد. ده ابن سينا من 1000 سنه كان بيقول ايه؟ الوهم نصف الداء. اوعى العيان يجي لك ويقول له، تقول له انت ايه خلاص انت كده مش هتشفى ولا بتاع الحاجات دي كلها، يعني واحد عنده سرطان ده تقول له لا ده انت هتموت بعد، خلاص انت يعني انت بتموت وهو حي. لكن ده الوهم نصف الداء. لما تطمئن ده نصف الدواء بتاعه، بتهديه نفسيا كده والحاجات دي كلها، والصبر اول خطوات الشفاء. انا كاتب الكلمه دي الكلام ده على الروجيت بتاعتي اللي بديها العيان عندي في العياده. تحبوا تشوفوا واحد من الديسيبلد اللي هم رفع علم مصر في دوره لندن؟ ساره ايه دكتور رضا؟ تحبوا يشوفوا؟ تمام يعني، اوكي دكتور ماشي يعني، نعم؟ طيب يا ريت يا دكتور. نجيب لهم واحد. تمام يا دكتور، هما موافقين. طيب نشوف بقى ستي، بسم الله. بس نشوفهم فين بقى، استني فين الريهابيتيشن هنا؟ عندنا وقت يا زهرة؟ يا دكتور عندنا وقت 10 دقايق كده او شايف ربع حاجة ساعة. دلوقتي هنا؟ نعم؟ شايف حاجة؟ لا انا لسه شايفة الباوربوينت. مش شايف حاجة؟ انا لسه شايفة الباوربوينت بس يا دكتور. هندخل الكرسي على الشاشة. شايفة؟ ها؟ شايفة يا ستي ولا لا؟ يا يا سارة دكتور، رد عليا. ايوه يا دكتور، ايوه يا دكتور، لسه ظاهر دلوقتي حالا. طيب خلاص رد عليا بسرعة. الله. ما عشان بس يا دكتور النت بس بيعلق بس شوية. أشوف ده راجل ده، شوف شال قد إيه وده. ودي الطريقة اللي بيشوف فيها يا جماعة. شوف هنا ما عندوش رجلين، لكن شايف كام بقى؟ شوف يا اولاد، كان شوف شايف كام كيلو؟ شايف هنا؟ نعيد تاني. شوف الناس قد ايه اللي موجودين يا جماعه، وانا بصور طبعا. انا رئيس البعثه وبصور اهو. نعم شايف هنا؟ ده الراجل ده بتاعنا اهو داخل، وايه وعنده وعنده رجليه الاثنين مقطوعين. شايف هنا اهو. لكن احنا اهلناه وخليناه ابتدى يشتغل ايه؟ رفع اصلا. وشوف قد ايه هيشيل حديد. ودي الطريقه اللي هم بيشيلوا بيها اولادي اهو.
دي الطريقة اللي بيشيلوا بقى اولاد. ها ايوه، ده بقى كام كيلو؟ انا كام كيلو؟ 200 245 كيلو، دول 245 كيلو. اوريكم برضك الثاني بقى، اللي هو صار والنبي رد عليا على طول. شايفه ده ايه طالع يا دكتور، ولا مع لا؟ حضرتك، مع حضرتك يا دكتور، الفيديو شايفه باين ده؟ اهو. اه شايفه تمام، ولا لا؟ لا لا ها؟ موجود، تمام موجود، طب خلاص، شايفاه ده بقى التكريم تمام. بتاع الراجل ده. ده القوات الجوية شايلة العلم المصري اهو، أو العلم المصري ثلاث أعلامه. ده العلم اللي هي ترفع إيه وتضرب له سلام، السلام الوطني. ودول داخلين بقى إيه ياخدوا الميداليات. معانا واحد إيراني، ده إيراني، ده صيني، ده صيني، وده ايراني، وده محمد الدين بتاعنا اللي هو ايه؟ نمرة واحدة، ده المدير بتاعنا. شايفين، شايفة سارة ولا لا؟ سارة ايه يا شايفة؟ دكتور، ايوه يا دكتور، ايوه شايفاه دلوقتي قدامي اهو، شايفاه تمام. ب 240 كيلو، تصور يا اولاد 240 كيلو شالهم الواد ده. وده المدينه الذهبيه اهو، شوف الناس قد ايه بقت بيحيوه، عالم الاف الناس. وانا بصور من هنا طبعا. ده العالم السلام الوطني المصري، شايف يا اولاد؟ كلهم لازم يقفوا، كل العالم كله وقف. وده العالم اهو، وده الايراني، ده الصيني. يعني حاجه تفرح، يعني قليل السلام بيجيبينوها دي. احنا كنا جايبين اربع ميداليات ذهبيه في البتاع ده. في اي اسئله يا ساره تاني والنبي؟ قولي عشان نقفل بقى الكمبيوتر. لا شكرا تمام يا يا اولاد على دكتور، حسن الاستماع، واي سؤال انا جاهز. المره الجايه ناخد بقى النيك بين والباك بين، الام الظهر والام الرقبه. إن شاء الله يا دكتور. قولي لهم بس كده، يعني هم موجودين دلوقتي ولا مش ولا ايه؟ اللي عنده أي أسئلة يا شباب يسأل الدكتور دلوقتي عادي. لا تمام يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك والله. اتبسطتوا حبايبي؟ اه ما شاء الله، حاجة تشرف والله. بسم الله ما شاء الله. يلا حبايبي، يلا إلى اللقاء إن شاء الله. آمين يا تمام رب، يا لنا دكتور. وياك يا رب. شكرا لحضرتك جدا.